هاي معكم سباكلابتك مع حلقة جديدة من ريجن 2 اللي هو برنامج الفيديو جيم للعالم العربي. اليوم عنا لعبتين اللي هن Assassin's Creed 3 و The Last Guardian. تتضمن ألعاب Assassin's Creed شخصيات عديدة منها التاير وأدزيو وليوناردو دافنشي. وأساسنز كريد الألعاب اشتهروا بطريقة معالجتهم للأحداث التاريخية وكمان للديزاين تاعو المراحل تاعولها اللي ضمت مناطق مثل الشام وفلورنس. أنا بتذكر أنا عم بلعب ألعاب أساسنز كريد كنت عربش على أعلى سطوح واتفرج على مناظر المدينة وكنت نط على علو فوق 100 متر لحتى لقوها على كمشة قش. شعار أساسنز كريد بسيط كتير، ما في شي حقيقي، كل شي مسموح. We work in the dark to serve the light. We are assassins. ومع أنه هذه هي اللعبة الثالثة، هي فعلياً اللعبة التاسعة تحت سلسلة Assassin's Creed. Assassin's Creed 3 البطل اسمه كونر كانوي اللي هو نصه إنجليزي ونصه من قبيلة الموهوك. كونر ملاقيه بينجر على قلب المعركة بعد ما المستعمرين بيهجموا على بلده. والشيء الوحيد اللي لازم نحن نتذكره هو كونر مثل أبطال ألعاب الأساسنز كريد اللي قبل كمان أساسن وكمان عم بحارب من شان أسباب نبيلة. أحداث اللعبة تمرق خلال 30 سنة من حياة كونر، وخلال هالسنين حيتعرف على كتير شخصيات أمريكية مشهورة مثل بنجامين فرانكلين وجورج واشنطن. وهيك خلينا نترك الشام وفلورنس لورا وخلينا نرحب بالمستعمرات الأمريكية. تفرجوا معنا على التريلر. خلينا ننتقل على اللعبة الثانية اللي هي The Last Guardian. في سببين أساسيين أن ليش محمس على The Last Guardian. أول سبب هو لأنه استوديو اللي عم يشتغل على The Last Guardian هو ذات استوديو اللي شغل على Shadow of the Colossus وإيكو. والسبب الثاني هو أن استوديو اللي عمله عند اللعبة هو ذات اللي عمل Shadow of the Colossus وإيكو. إيه مزبوط، عدت حالي مرتين لأنه هالقد أنا محمس على اللعبة اللي تنزل. ما كتير عنا معلومات عن اللعبة، بس اللي منعرفه هو لهلأ انه في ولد ضايع بقلب قلعة هيك قديمة شكلها وحيتعرف على حيوان كتير كبير شبه طائر بس منا مأكدين اسمه تريكو، ومع بعض رح يروحوا على مغامرة مليئة بالعواطف. صحيح انه اللعبة الانتاج تاعها تشربك واندفشت لل 2013، بس وقتها تنزل أنا بأكد لكم اللعبة رح تكون كتير حلوة. The Last Guardian نزل إكسكلوسيف على PlayStation 3، وبرأيي إذا ما عندكم PlayStation The Last Guardian لعبة أساسية رح تقنعكم تجيبوا PlayStation. شوفوا التريلر. هولي كانوا الفيديو جيمز اللي عنيهم لليوم. تاني مرة تابعونا على ريجن 2 من شان فيديو جيمز جديدة.
ومن هلا لوقتها لحقونا دائما على تويتر وعلى فيسبوك وعلى يوتيوب على The Region 2 Show. باي باي.